الو، تفضل. حياك الله يا طيب. ايش موضوع الحلقه؟ برنامج مفتوح للسنة الموحدين أهل التوحيد. ها؟ هذا برنامج مفتوح، أنت تسأل، تطرح إشكال ضد الشيعة، تنتصر. والله ما عندنا شيء، اسال عندكم شيء برنامج نسال عليه. ما عندنا، ما أعرف شو أقول. شنو؟ عندك شيء اسئله انت على الحلقه؟ ايش موضوع الحلقه؟ هذا برنامج مفتوح، أنت تسأل السؤال ضد الشيعة حتى تنتصر. الشيعة يعني ايش هي سبب الشيعة؟ يعني اتكلم على شيء الشيعة بايش؟ أنت سني ولا شيعي؟ انا سني. سني طيب تفضل، شنو عندك سؤال؟ يا اخي، ماشي موضوع الحلقة، ما عندكم شيء حلقة يعني الموضوع؟ لا، برنامج مفتوح لك، أنت تختار. يعني اللي بغيت اتكلم عليه انت بتجاوبني؟ اي نعم. ليش انت بتسبوا عمر بن الخطاب وعائشه ليش نسب عمر؟ وعثمان بن عفان، ليش تسبوهم؟ لان انت منافقين. الو، لان عائشة منافقة. يا اخي خاف الله، يا اخي خاف الله. انا خايف على نفسك يا طيب، استحي لا اتكلم بهذا الكلام، والله بتدخل النار على طول في حرقك اذا تكلمت على اصحابك، حرام عليك. انت تريد دليل ولا تريد تخطب؟ انا اريد اخطب واعرف الدليل انه كذب. هذا تريد تخطب؟ الدليل اللي يجيبه، طيب اللي تريد تخطب يجيبه اخطب، يلا اخطب اليوم. الدليل اللي يجيبه اخطب اخطب كله من يلا اليوم. شو اليوم؟ الرجال اليوم قال لك جمعة. ايه اسمع الآية، اسمع يلا الآية يلا آخر يلا، اللي الآية. ما حضر خطبة جمعة، هاي خطبة جمعة، تفضل. يلا عندك 3 دقائق تكمل خطبتك حتى تاخذ اتصال ثاني. يلا ها؟ 3 دقائق اخطب خطبة جمعة حتى تاخذ اتصال لا ثاني. لا، ما ماشي خطبة بس الا كذا، عارفين نحن لان الخطبة حقك، الخطبة حقك اللي تجي من عندك انت كلها ما منها شيء، خرطي كلها. تبى اصحابه الله بينتقم منك الله اذا سبيت اصحابه، حرام عليك يا اخي. حتى الكفار ما يسبوهم انت تسبهم. استغفر. الو، الكفار يسبون الله، مو يسبون الصحابة، يسبون الله والصحابة. خبرت اصحاب عمر بن الخطاب وعايش تسبهم انت؟ اي 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 نسبهم. ها؟ اي حنا نتقرب الى الله بسببهم. انت قرب وتسرح لحية ما شاء الله، تقول رجال مطوع، رجالك رجال الله يعينه، رجال كرسي. اي اتصل انت ما اتصل لي. ما المهم زين. ها؟ اي كيف؟ تكمل خطبتك تفضل، يلا حتى اخذ تكمل. قل عليك اتصلي ما تصلي انت؟ كم شنو؟ يعني تصلي ولا ما تصلي؟ لا ما اصلي. اي ما تصلي تمام خلاص، يعني شهد انه دليل انك رجال ما تصلي. نعم، على شنو اصلي؟ ما تصلي. لا، أنا رجال كافر. إذا بغيت تسمع شوري، إذا بغيت تسمع نصيحتي، إي اسمع ال اسمع الخطيب حق مكة، الخطيب حق السعوديين، حق هذا الناس المتعلمين السنة، ولا ناس أنت أسمع منافق وما منك شيء. أسمع الخطيب حق مكة، اللي أطفال اليمن، اللي أطفال اليمن ما عندهم أكل ياكلون، والميكروفون مالته من ذهب، صح؟ انت خليك من السعوديه، انت السعوديه اللي احسن منك انت. انت يمني، مو اطفال اليمن ما عندهم اكل. انت ايش بخيت انت بأطفال اليمن؟ انت الان تريدني ترشدني اسمع كلام خطيب يستعمل مايك من ذهب، شلون يعلق في ده السعوديه انت؟ لا اتكلم على المايك الذهب، يا علق في ده السعوديه انت. طيب انت لا تتكلم على هذا، لو ينباع وينصرف على اطفال اليمن اشرف، على الاقل ننقذ لنا 1000 طفل ما يموت اطفال اليمن. ما حد ضرب اطفال اليمن. لا، يا رجل يعني شكرا. مثلك انت، مثل الكلام حقك العين، انت تقول تسب عمر بن الخطاب وتسب عائشه، خلاص شكرا أصحابة. يلا خلاص، شكرا لك، شكرا لك، مع السلامه. ها أه؟